هذا المشروع قدرة 2 الممول أيضا من صندوق الاتحاد الأوروبي وصندوق مدد والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الدولي والاقتصادي والتنمية جاء بهدف أيضا تعزيز المرونة للاجئين السوريين. تم تنفيذ هذا المشروع بشراكة ما بين الجمعية الألمانية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للتنمية الدولية، حيث كانت بلدية المفرق الكبرى إحدى البلديات المستهدفة من دعم هذا المشروع. De la Unión Europea y de España para ayudar a Jordania en la provincia de Mafraq en contrato debido a la llegada masiva de المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وإسبانيا لبلدية المفرق نتيجة لوصول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين هي أولوية بالنسبة لنا، وذلك لقناعتنا وإيماننا أنه من الواجب علينا تقديم الدعم اللازم للسلطات المحلية نتيجة لوصول آلاف من اللاجئين السوريين هربا من الحرب في سوريا، وهذه حقيقة يجب مواجهتها. من أبرز المشاريع اللي قامت فيها قدرة الوكالة الإسبانية بدعم مشاريع بلدية المفرق الكبرى اللي هي موضوع الحدائق العامة. حديقة حي حسين منها تم تخصيص مبلغ اللي هو لموضوع تأهيل البنية التحتية والألعاب، بالإضافة إلى الكاميرات والفاتورة الطاقة اللي هي الطاقة البديلة اللي هي الخلايا الشمسية. هذا الحديقة الآن هي تقريبا من 80 إلى 900 جاهزة لاستقبال المواطنين وهي مجانا من بلدية المفرق الكبرى، بالإضافة الحديقة المرحوم عطالله شبيل اللي احنا فيها الآن. هالحديقة تم تأهيلها بشكل كامل من كاميرات مراقبة ومقاعد المواطنين، بالإضافة إلى تأهيل مكتبة الناشئين الداخلية من أجهزة كمبيوتر ومقاعد طبية لراحة الطالب لدراسته أو للبحث في هذا الموضوع. Cudra 2 es un programa de cooperación delegada con tres donantes, España, Alemania y la Unión Europea, cuatro implementadores, Alemania, Francia, Bélgica y España. قدرة 2 برنامج تعاون مقدم من ثلاث جهات مانحة إسبانيا، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، وهناك خمس منفذين لهذا البرنامج إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هنغاريا، ويتم تنفيذ هذا المشروع في أربع دول: لبنان، العراق، تركيا، الأردن. تم تزويد أيضا البلدية بآليات جديدة وصيانة بعض هذه الآليات وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي للمساهمة منها في تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين. نقوم بتقديم هذه المساعدات من خلال برنامجين، قدرة 2 وهو مساعدات إلى الجهات المحلية لتقديم خدمات للمواطنين في هذه البلديات، وهي خدمات تشمل السوريين أيضا الذين يعتبرون نوعا ما جزء عبء على هذه البلديات. وهناك مشروع رعاية الصحي، وكذلك من المجالات التي تأثرت البلديات في هذا المجال، حيث نقوم بتقديم هذه المساعدات لهم. نشكر الوكالة الإسبانية لدعم بلدية المفرق الكبرى في عدة آليات اللي هي ضاغطات عدد 2 وكنيسات عدد 2، بالإضافة إلى صيانة حوالي ما يقارب 9 آليات بقيمة 100,000 دينار، بالإضافة إلى عدد حاويات اللي هن تقريبا 200 حاوية تم توزيعهم في قصبة المفرق. وهذا الدعم خفف على بلدية المفرق الكبرى من ناحية الفاتورة الصيانة ومن ناحية تجهيزية الآليات ومن ناحية كمان تخفيف الفاتورة النفطية على بلدية المفرق. وهنا في الأردن نعمل على تنفيذ أربع أجزاء من المشروع. إسبانيا تعمل على الجزء الثالث وهي دعم 6 بلديات في محافظة المفرق، ومن ضمن هذا المشروع تنفيذ مشروع الصرف الصحي
جمع النفايات، حيث قمنا بتقديم 10 كابسات. ويجب أن يشار إلى تعاون البلديات وإلى المواطنين في إنجاح هذا البرنامج. ولأهمية المسؤولية المجتمعية في بلدية المفرق الكبرى اتجاه الجمعيات ودعم أنشطة المجتمع المدني، تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الجمعيات أيضا الخيرية المستهدفة لإقامة البرامج والأنشطة المختلفة. إسبانيا هي من ثامن أكثر دول تقدم مساعدة المفوضية، فوضية اللاجئين UNHCR، حيث وهي داعمة دائما المنظمة. من المهم جدا أن نشير أيضا إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني الإسبانية إلى مفوضية اللاجئين، والتي تعتبر من أوائل الدول في تقديم هذه المساعدات. نشكر الوكالة الإسبانية لدعم خدمة المجتمع المحلي والتشبيك مع أبناء محافظة المفرق بدعم الجمعيات، وهي عددها 19 جمعية، وتم توزيع المنحة المقدمة من قدرة 2 بشكل عادل وشفاف أمام أبناء محافظة المفرق بإعلان بالجريدة الرسمية على المتقدمين ليكونوا مرخصين من وزارة التنمية الاجتماعية، وتم الآن طرح كل مشاريعهم على أرض الواقع، سواء بالتسجير وصيانة بعض مباني بالتربية وصيانة بعض جمعيات لهم. وهذا المشاريع قامت بتخفيف من البطالة داخل المجتمع الأبناء محافظة المفرق بمشاريع صغيرة اللي يقوموا بها الآن، وهذا الدعم أفضى إلى بلدية المفرق بتخفيف العبء على أبناء محافظة المفرق من ناحية الصيانة داخل محافظة المفرق، ومن ناحية تشغيل بناتنا وأخواتنا من محافظة المفرق. حصلنا على هذا المشروع من خلال الصفحة الرسمية التي تم الإعلان عنه، من خلال الصفحة الرسمية لبلدية المفرق الكبرى أعلنت عن هذا المشروع، والذي هو يختص بالتماسك المجتمعي والحفاظ على البيئة ورفع الوعي لدى الشباب والمجتمع المحلي. هسا اللي أنا اللي أخذته اللي استفدته هون ممكن إنه أستفيد منه لقدام، إنه إذا واجهتني مشكلة في المستقبل إنه أطبق أقدر أتفادى أي مشكلة بتصير معي. أشكر قدرته إتاحت لي مشاركة في برنامج استهدف الحوار. بشكر قدرته كمان لأنها هي أعطتنا فرصة إنه إحنا نوجه الشباب لنحو هاي المشاريع. طبعاً هي فكرتها الأساسية مبادرة قدرته اللي هي توجيه الشباب وتحفيزهم ومبادرتهم من خلال الورشات العمل اللي إحنا قاعدين نقوم فيها، ونوعي الشباب بكل مختلف الوسائل والتفاصيل بحيث إنه هو يصبح شباب قادر إنه يخلق بيئة تفاعلية اجتماعية نفسية صحية كاملة من جميع الجوانب. بدي أوجه أول إشي شكر لبلدية المفرق الكبرى الممثلة بعمدتها ناصر خرشيدة. بدي أوجه شكر لبرنامج قدرة والوكالة الإسبانية اللي دعمت محافظة المفرق وقصرة المفرق بالأخص بهذا البرنامج، وأهل 19 جمعية يقوموا بمشاريع حيوية داخل محافظة المفرق، تشغيل أيدي عاملة، تحسين الظروف البيئية والصحية للطلاب المدارس والسيدات والمجتمع المحلي. نشكر باسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي وموظفين بلدية المفرق
المفرق الكبرى وأهالي المدينة. نشكر وكالة إسبانية لدعمها لبلدية المفرق الكبرى ممثلة بمنظمة قدرة 2، وهذه المشاريع خففت على بلدية المفرق الكبرى بموازنتها وأيضا بصيانة الآليات والتقديم من خلال المجتمع المحلي، ونشكرها جزيل الشكر، ونتأمل إن شاء الله مستقبلا بعقد اتفاقيات جديدة معهم إن شاء الله.